السلام عليكم، جيسبر كتكونوا كاملين لاباس كاملين، تكونوا اون بون سونتي. الناس اللي ما على بالهاش، عندي واحد دو جور درت لكم واحد بوست فيسبوك، قلت لكم سلسله تضحك تخسر على طريقه جمال الفا بيبي. دونك كاملين واش دور واحكم باسكو راح نديروا سلسله تضحك تخسر. دونك روحوا ديروا لايك وبارطاجيوها او ماكسيموم. قبل ما نبداو كاين هاد التيشيرت، راه الرابط تاعو موجود في الديسكريبشن بوكس. راح خطر على خطر ندير دي ديزاين باسكو المهنه نحبها هي الديزاين 3D ولا 2D ولا ND. والمشاركه بلا هشام جنة ان شاء الله ما يكونش دار واش راه يدور في راسي يد. حتى انا راه يدور في راسي نفس الشيء اللي دار في راسكم يا خوتي. زكريا عماري، امريكا لو دخلت في حرب مع الصين تبا انها المره التاسعه التي يقتل فيها نفس الشخص. محاوله بسيطه، محاوله جميله من طرف زكريا عماري، محاوله بسيطه ولكنها جميله جدا. شكرا. مشكور. عبد السلام هاري، دونالد ترامب رايحين ينحوا لي الفيديو على جال العنصريه. الكيلاني هيبو، انت قطه. لا المردي الريجيم. ريلي نيجا ريلي. وجه الميزيريه من عند عبد السلام هاري. صراحة شوف شنو له هذاك، يعني البوكس فيه هذاك الماتيريال باش تدخل فيه القطة، يعني وتدفي روحها خلى هذاك الماتيريال وتدخل في البوكس اللي شنو له فيه هذاك الماتيريال. علاني محسن طاقي شي واحد بغيت يجرب معك هذه اللعبة. ديروا الصوت. اوكي الله يجيب الخير، الله يستر. هذه في المغرب، واحد جوج ثلاثة. وي العدو، صراحة برافو علالي محسن فيديو. شوف راحت في البيت روحها باش تشوفها. طبيعة الحال هذه السلسلة ما درتهاش بقلوبة، لأنها السلسلة يعني رايحين نتستوها براكم بعد، يعني السمانة الجاية والأسبوع القادم رايحين نديروها بقلوبة، رايحين نديروها طريقة احترافية، طريقة جمال ألفا بيبي. المايستر سليمان، واش قال مايستر سليمان؟ فاش كتبدا تكبي بيدك اليسرى نهار الاول حتى كيتبلى معاك الشيطان، ومن موراها كترجع تكبي باليمنى بالرجوله. غير شي نثره راني تقطعت. لاباس. الكيلاني هيبا بمشاركه اخرى، تحيه ليك. واحد جاب لمراته كادو في عيد الام، قالت ليه مالني انا امك؟ جاوبها معلوم، انت موت المشاكل، موت المصايب وموت حشيان الهضرة. اضحك عبد الله المايسترو سليمان، فاش كتلوح تصويرتك كتلقاها في الجروبات كاتبين عليها لا تتكبر وضع له قلبا انت. عم واش ضحكني سي هاد لاكتور، يقتلني بالضحك صراحة. هاد لاكتور يعني يقتلني بالضحك من عند ربي سبحانه، عنده هاد الملامح حتى وجهه يضحكني، هو كوميدي يعني، والمو هادو الملامح. سهام كاتي مسكينة تتبكي تحسبو غيطيبها. هذا بوراك، شاف بوراك، شاف تركي، شوف مسكينة تبكي في ايديه هو يضحك، عنده هذيك الابتسامة تاع يعني معروف بها، مشهور بها. شوف راهي تبكي، قالت لك خاف ولا طيبها، لانه معروف في الفيديوهات كاملين هو يطيب. ولكن سهام كاتي ما ضحكتينيش، محاوله جيده، نتحداك المره الجايه ضحكيني ان شاء الله. دونك كاملين واش دور واحكم باسكو راح نديروا سلسله تضحك تخسر. دونك روحوا ديروا لايك وبارطاجيوها او ماكسيموم. ياسين ياسينوس يقول، يعني اصبر قبل ما نبداو الفيديو شوفوا واش قال. الا عجباتك شي بنت عندك جوج ديال الاحتمالات، تفرج حتى الاخر بسم الله. في هذا الوقت تقدر تعجبك شي دريه، والا عجباتك عندك جوج ديال الاحتمالات، يا ضيع منك يا غادي تزوجها. لا ضاعت منك راه هو هذاك، لا تزوجتيها عندك جوج ديال الاحتمالات، تقدر تلقاها حذقه، تقدر تلقاها ما كتعرف تطلق حتى بيضه. لقيتيها حذقه راه هو هذاك. حذقه واش معناتها حذقه؟ يعني قافزه، يعني عندها مراه ونص.
بقيت ما كتعرف تطلق حتى بيضه، عندك جوج ديال الاحتمالات، يا غادي تصبر معها يا غادي تطلق امها. صبرتي معها راه هو هذاك، طلقتي امها عندك جوج ديال الاحتمالات، يا غادي تسكت وغادي تبردها، يا غادي تجيب لك خوتها يطلق امك حتى انت. الا سكتتي وبرداتها راه هو هذاك، جاب لك خوتها وطلق امك حتى انت، عندك جوج ديال الاحتمالات، يا غادي نقتلوك يا غادي تصيفطوك للسبيطار. قتلوك راه هو هذاك، صيفطوك للسبيطار عندك جوج ديال الاحتمالات، يا غادي نجرجروك تما وسط السبيطار، يا غادي تلقى شي فرمليه اللي غادي تهلا فيك. جرجرك وسط السبيطار راه هو هذاك، لقيتي فرمليه اللي غادي تهلا فيك، عندك جوج ديال الاحتمالات، يا غادي تشكرها وغتمشي فحالها، يا غادي تقدر تعجبك شكرتي ومشات فحالها راه هو هذاك عجبتك، عندك جوج ديال الاحتمالات، تقدر ما تزوجهاش ولا تقدر تزوجها. ما تزوجتيهاش راه هو هذاك، ولا تزوجتيها عندك جوج ديال الاحتمالات، تقدر تلقى حدقة، تقدر تلقى ما كتعرفش تلقى حتى بيضة. ديروا لي مشوي، ديروا لي مشوي. الله كوبيرايت، هذا المرة كوبيرايت. مي صراحة هذا اليوتيوبر ولا هذا الانستغرامر ولا هذا صاحب الفيديو، تحياتي لك على هذه الفكرة اوريجينال صراحة. عبد الله يشارك قال لي زين اخوك من فاس انت منا كندوز بنات قسمنا. شوف يعني سحلية ماكياب ماكياب ميكاب بليتو غسيل الالي الالا وصح سي فري، يشبهوا البعض البنات اللي نعرفهم انا في الحياة اليومية، يشبهوا لكم تشبهوا لهذه الصورة يعني بالضبط. شكرا لك اخي عبد الغا عبد الغالي على حسب ما اعتقد. ديمو ايوب، ديمو اخر سيلفي المرحوم. اوه كلاسيك، هذه كلاسيك، شفناها في الانستغرام، شفناها في فيسبوك، شفناها في اليوتيوب. خويا ديمو ايوب حاول محاولة اكثر قوة، حاول ضحكني محاولة اكثر قوة اخي. خلود صابر، المكتب الوطني للكهرباء مخاصم مع وزارة التجهيز، ما نقول شوف 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 يا خوتي، علق كما تشاء، تكلم كما تشاء. شوف يعني الإنارة راهم دايرينها عكس طريق، ممكن يعني تقول لي باش ينوروا ولا يديروا لي نار في الطروطوار، ولكن هنا طروطوار ما كاش طروطوار، كاين حصيده على اليمين حصيده على اليسار، والطريق اللي نورمالمون يكون فيه الضوء يكون فيه ليكليراج راه يعني شوف. قال لك المكتب الوطني للكهرباء مخاصم مع وزاره التجهيز، كاين نزاع بيناتهم، خلقت هذه الصوره. زكريا عماري، طوبيس شد الفران خايب وكل شيء طاح، المليون ود لفاطمه وصحابه. كي والو ايوي سي فري، انا حتى انا كي نكون في البيت ونكون واقف ويعني فريني ونشد روحي انا هكا، نشد روحي بالسيف، نشد روحي يعني بقوه، نحس روحي بلي درت مجهود. سي فري، تحس روحك كيما راه حاس روحو مايكل جاكسون يعني، كان والو يا اخو الاكسبيريونس يا زكريا البيضوري. انا باغي نعس بالليل عقلي نسولك، لا بغيتي زعما من نانوك، تحيا لنانوك. ولكن خاوتي زكريا البيضوري، انتوما راكم تعطوني واحد الكلاسيكات يعني، راني شايفهم هذه فوتو هذه فيديو راني شايفهم، ابار الفيديو تاع هذيك الزوج بنات يعني اللي طاحت عليه. واو ديغا ديغا ديغا، فاش غتصيفط امريكا شي صاروخ لايران؟ هاد البلاد زوينة حبيتها. لا لا بعيد الشر بعيد الشر، ان شاء الله ما يكون شر، ان شاء الله ما يكون شر، ان شاء الله ما تكونوش يعني البلدان تاعنا ان شاء الله ما تكونش فيها اصابات وما يكونش فيها ولا خلل. ولكن نقول لكم واحد الحاجه اخوتي، هذه الحرب وهذا الامور السياسيه اللي كاينين هذه كلها سياسه كلها بوليتيك، الاهداف منها ما تخص الشعوب وانما تخص السياسات، تخص الحكومات تاع البلدان الكبيره والبلدان المتطوره، وحتى البلدان تاعنا رايحين يستغلوها. ولكن يعني الحرب ان شاء الله ما توصلناش، وان شاء الله ما توشيناش، وان شاء الله ما تاثرش فينا نهائيا. أسامة الحنجي، فاش كتلقى أتاي بارد كتسخنو كتبردو عاوتاني أتاي. صورة الطفل هذه صراحة مشكلة، يشبه لواحد الشخص نعرفه في حياتي الخاصة، هذا الشخص هذا. زكريا البيضوري، كي تجبد تليفونك بالزربة من جيبك 100 درهم هانا مشيت لا بغيتي زعما. واو يعني كامل تصرانا هذه الحادثة، كي تجبد تليفون ولا تجبد مفاتيح ولا تجبد أي شيء من جيبك تحس بلي أنك طيحت أموال من جيبك. في بعض الأحيان صح تكون طيحت، وفي بعض الأحيان ما تكونش طيحت، يتخايل برك الإنسان. عبد الله ركز مليها، تضحك حاجة متعلقة بنسى. أوه فهمت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ستسأل يوم القيامة يا عبد الله، ستسأل وستندم. خالتك ملي كتجي من فرنسا كتجيب لي كب. الله يا ديمو أيوب، ديمو ستسأل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ستسأل ولكن الصورة مضحكة.
تعكس واقع مرير. ولكن صراحة تحية لكل أحبابنا اللي عايشين في الغربة، تحية لكل متابعينا اللي عايشين في الغربة، تحية لكم كاملين من الجزائر للمغرب، نبغوكم نبغوكم. وفي الأخير بغيت نقولكم باللي سيسي لا تضحك تخسر الأولى، هذه اللي بديتها اليوم يعني صراحة أنا فزت فيها، دونك برافو ليا زينو إم إتش دي. لذلك نتحداكم مرة قادمة إن شاء الله الأسبوع القادم تتبعوا صفحتي في الفيسبوك، عندكم فرصة باش تغلبوني وتضحكوني إن شاء الله. بقى لي غير نقولكم ديروا لايك، اشتركوا في القناة، تفعلوا زر التنبيهات، تروحوا الانستغرام تاعي وسي اشتركوا. نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله.